ناسيين. السلام عليكم. اخواننا وشعبنا سموال. ان شاء الله. هاي الأم العراقية. هاي فعاليات كثيرة. الأم العراقية اليوم سوت كرنفال للشهداء. من عندهم من احزابهم. يعني ما اقدر ما اعرف شو اوصف. ما اعرف شو اوصف. اكو شخص يعني لو شو سوتها الأم العراقية. هم مو غريب عن العراق. مو حاسبين هذا الانفجار. حجية شو تقول؟ نرحموا الخلود الشهداء للأبواب وإن شاء الله يصبر عنهم صبر الثورة. هي الشعب العراقي العظيم. نسبة العراق هو التضحية بس. في ساحة التحرير. الله يحفظك حجي. وكل ساحات وأماكن الاعتصام. والتضامن. في كل أرجاء عراقنا الحبيب. ولا سيما الله يرحم شهدائنا بس باع هاي المره العراقيه الاصيله لهذا الاستذكار اليوم نحتفل لشهدائنا الابرار يحدون عمل كبير ان دماء شهداء التي ما برحت تنزف لن تذهب سدى والنصر آت لا محال لتشرق على العراق شمس جديد تصنع عهدا مزدهرا جديدا عاش العراق موحدا الكل شيء عاش الشعب العراقي الواحد العظيم الكل شيء الرحمه لجميع شهدائنا العراقيين الكل شهيد جاء وعلي علم عراقي